أتمنى الناس كلها تكون يعني في أفضل صحة وأفضل حال، وأنا آسف إن إحنا متأخر يعني، بادين الساعة 8 ودقيقة يعني، فإيه قولوا لي بس الصوت واضح عندكم إن الدنيا تمام، حد عنده مشاكل؟ اه هو الصوت كده بالنسبة لي انا واضح، مفيش اي مشكلة خالص. مش حبيبي نور. طيب عشان ما نضيعش وقتكم خلونا نبدأ، والشباب اللي كده كده المحاضرة بتتسجل يعني، إن شاء الله هنرفعها على الويب سايت بتاعنا، ونخليها للناس يعني كمرجع ان هي تستفيد منها يعني، وان شاء الله يعني ربنا يدينا ثواب نشر العلم دوت يعني، ونفيد حضراتكم وحضراتكم استفيدوا بينا. في البدايه انا حابب اعرف نفسي الاول، انا اسمي محمود سيد، انا بشتغل فاينانس مانجر في واحده من الشركات المصريه الكبيره، انا سيرتيفايد سي ام اي وسيرتيفايد سي تي بي، سيرتيفايد مانجمنت اكاونت من 2010 وسي تي بي من 2013. انا شغلتي الاساسيه بشتغل فاينانس مانجر في واحده من اكبر الشركات المصريه، انا كمان انا اللي بمتلك وبدير شركه ام اس كونسلتنج. ام اس كونسلتنج شركه يعني نقدر نقول شركه ناشئه، وشركه يعني شركه لحد ما جديده في السوق، بقى لنا حوالي 4 سنين موجودين في سوق التدريب، بس قبل كده انا بشتغل انستراكتور من 2012 يعني، انا بشتغل انستراكتور بقى لي حوالي 12 سنه، بس حاليا احنا اسسنا شركه ام اس كونسلتنج عشان تبقى يعني ايه منبر او مكان ان احنا ننشر بيه العلم بالطريقه بتاعتنا. شركه ام اس كونسلتنج هي شركه رائده في التدريب المالي، والتدريب المالي تحديدا يعني احنا متخصصين قوي في الحاجات الماليه، بندي شهادات مهنيه زي السي تي بي، مينلي السي تي بي هي نمره واحد عندنا، عندنا حاجات تانيه زي السي ام اي وزي الاف ار اس وزي الكستمايزد كورسز زي الكوستنج مانجمنت، البادجيتنج، الفاينانس فور نون فاينانشالز، دي حاجات كلها حاجات احنا بنقدمها. بس خلينا بس نرجع لمرجوعنا تاني، فانا بشتغل الفاينانس مانجر، وبشتغل في نفس الوقت انا المدير العام لشركه ام اس كونسلتنج، وانا اللي بدي كورس السي تي بي. فاي حد عنده سؤال بالنسبه لكورس السي تي بي سواء فني او اداري يعني اسالني، وانا ان شاء الله هدلك بغض النظر يعني عن اي حاجه المحاضره دي هدفها اساس تعليمي وتوضيحي، لان السي تي بي للاسف مش منتشر قوي، بس السي تي بي مش منتشره قوي ولسه الى حد ما يعني المواضيع مش واضحه لكل الناس، فاحنا هدف المحاضره بتاعت النهارده ان احنا نجاوب لك على الاسئله اللي في دماغك او اللي في دماغ حضراتكم، نقول لك على احسن واسهل واوفر طريقه تحصل بيها على الشهاده، وكمان نطمنك وناخد بايدك كده بحيث ان احنا يعني ايه نكون سند لبعض ان شاء الله. فاي حد عنده سؤال يعني يبعت لي على البرايفت، وانا او يبعت لي على المسجز وانا هرد على كل الناس، ومش هسيب حضراتكم النهارده غير يعني كل الناس يعني ايه ساتسفايد، ونوصل لاحسن حل ان شاء الله. فتعالوا نبدا، خلينا مع البرزنتيشن ديت. دي البرزنتيشن، مين هو الانستراكتور؟ انا قلت لكم انا الانستراكتور، انا خلينا نسيب الحته دي، ف خلينا نخش بقى على ايه على الكورس كونتنت والانستراكتور. طيب قبل ما نخش على الكورس كونتنت دوت، خلينا نحط 3 اسئله كده رئيسيه في دماغنا، ونعرف احنا يعني هنعمل ايه بالظبط. اول سؤال، وات السي تي بي، ايه هي شهاده السي تي بي؟ ثاني حاجه، واي السي تي بي، ليه احنا هندرس الشهاده دي تحديدا دونا عن بقيه الشهادات؟ ثالث حاجه، هاو السي تي بي، خلاص احنا خدنا القرار واقتنعنا والحمد لله وتوكلنا على الله، وهنبتدي ندرس الشهاده دي ازاي، ندرسها ونحصل عليها باقل مجهود واقل تكلفه واسرع وقت. طيب خلينا الاول نبتدي بالسؤال الاشهر، وات ال سي تي بي؟ ال سي تي بي دي اختصار لحاجه اسمها سيرتيفايد تريجري بروفيشنال، يعني ترجمتها باللغه العربيه محاسب الخزينه المعتمد، او محاسب الخزينه المحترف او مسؤول الخزينه، يعني ما فيش محاسب يعني. طيب مسؤول الخزينه دوت بيتكلم عن ايه؟ ده بيتكلم عن راجل او شخص ما مسؤول عن اداره كل الامور المتعلقه بالكاش، الكاش والاستثمارات بالنسبه للشركات. وخلي بالك انا هنا بقول لك بالنسبه للشركات، لان البنوك ده وجه اخر. طيب ليه الكاش؟ الكاش ده هو عارف المثل الامريكاني يقول لك كاش از ذا كينج، كاش از ذا كينج، واحنا برضو عندنا في مثال دايما انا بديه كده، الكاش عامل زي الدم اللي في جسم البني ادم، انت يعني ربنا سبحانه وتعالى خلق البني ادم جوه جسمه ودم، فالدم دوت كده زي ما تشوف الافلام مثلا، لا قدر الله لو حد عمل حصل له مشكله صحيه او حاجه وفقد نسبه معينه من الدم، يقول لك خلاص الانسان ده بيتوفى. فالكاش دوت هو الدم اللي بيجري في جسم الشركه، هو اللي بيخليها عايشه وبيخليها قادره تعيش وقادره تكمل في الاوبريشن. خلي بالك انا هنا بكلمك كاش، ما بكلمكش مكسب وخساره، لان المكسب والخساره دي انظر ستوري، قصه ثانيه خالص. ممكن تلاقي شركات خسرانه بس مكمله في البيزنس، ليه؟
لان معاها كاش. وممكن تلاقي شركات تانية على الورق كسبانه بس بتخرج من البيزنس لان هي معهاش كاش. ودي قصه بقى يعني هحكي لك الفرق بين الاثنين خلال الكورس. فاحنا هنا بنتكلم عن الحاجه اللي بتقوم الشركات على رجليها، بنتكلم على الحاجه اللي بتضخ الاوبريشن بتاعك. خلي بالك الكاش، يعني الكاش حاجه مهمه قوي 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 في اي صناعه. وفي صناعات معينه، يعني في صناعات معينه هتلاقي ان الكاش دوت لو مفيش كاش الصناعه هتقف في ساعتها، مش هتاخد وقت لحد ما تقف، لا هتقف في ساعتها. يعني مثلا صناعه الكونستراكشن، الناس اللي بتشتغل في المقاولات في الكونستراكشن، هو الكونستراكشن حضرتك بتعمل ايه؟ بيبقى معاك كاش بتجيبه بتديه للسب كونتراكتورز بتوعك، مقاولين الباطن، فمقاولين الباطن دول بيشتغلوا، فحضرتك بتثبت ايراد عندك، فبالتالي ارقام البي ان ال او ارقام الميزانيه بتاعتك بتتحسن. فلو انت ما عندكش كاش من الاول لا هتعرف تشتغل ولا هتعرف تطلع ارقام حتى على البي ان ال انك كسبان ولا خسران. الناحيه الثانيه ثانيه واحده بس عشان بيدخلوا معانا. الناحيه الثانيه مثلا تلاقي شركه، مثلا شركه من الشركات تلاقي ممكن تلاقي خسرانه كتير جدا 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 جدا، وعندها عندها ديون ما بتحصلش، وعندها عملاء مش عايزين يدفعوا، وعندها انفنتوري اكسبايرد، بس فاضل عندها شويه كاش. شويه الكاش اللي عندها دول هيمكنوها لو تم ادارتهم بصوره صحيحه، هيمكنوها ان هي تشتري مواد خام تاني، تفتح او تجيب عمال تاني وتدفع لهم رواتب وتبتدي الانتاج وتبتدي تبيع، فتبتدي العجله تمشي. عكس شركه تانيه ممكن يكون مثلا ارقامها كويسه جدا جدا جدا، كسبانه مكاسب رهيبه، بس ما فيهاش في البنك ولا جنيه ولا دولار. طب هتعمل ايه؟ هتضطر تخرج من الاوبريشن. طب مكسبها راح فين؟ مكسبها ممكن يكون في صوره انفنتوري في المخزن مش عارفين يبيعوه، مكسبها ممكن يكون في صوره رصيد عند العملاء مش عارفين يحصلوه، مكسبها ممكن يكون مثلا اشتروا اصول ثابته صعبه التسهيل زي الاراضي او زي الاستثمارات او زي حاجات كده. فاحنا هنا بنتكلم عن الكاش. تقدر تقول ان الكورس ده بيتناول على ايه بالظبط؟ الكورس دوت بيتكلم عن ايه بالظبط؟ الكورس ده بيتكلم على سؤالين رئيسيين: اجيب كاش منين؟ واصرفه في ايه؟ ايه احسن طريقه احصل بها على الكاش باقل تكلفه، باحسن شروط، كل حاجه تمام بالنسبه للشركه، واصرفه في ايه؟ استثمره في ايه؟ ادفعه للسب كونتراكتورز ولا احطه في البنك وديعه يجيب لي عائد، ولا سد دين عليا، ولا اوزعه للمساهمين ديفيدنس، ولا اعمل ايه بالظبط؟ طب اجيب الكاش منين؟ استلف، اروح من البنك استلف، او يعني استلف ولا ادخل معايا شريك، ولا ابيع جزء من الاصول بتاعتي؟ ولو استلفت استلف من مين؟ استلف من البنك، ولا استلف من ديانه تانيين، ولا استلف بالدولار، ولا استلف بالمصري، ولا استلف بالريال السعودي؟ كل دي اسئله متغيرات كتير جدا جدا جدا. عشان توصل للبيست ميكس دوت انت لازم تبقى دارس الموضوع من كل الجوانب ومجاوب على كل شيء. ده منظور الشهاده بشكل عام كده، يعني هي بتعمل ايه بالظبط. خلال الرحله بتاعتنا دي، الرحله بتاعتها دي بتتكون من 20 شابتر هشرحهم لك دلوقتي واقول لك كل واحد فيهم بيتكلم عن ايه بالظبط. خلال الرحله بتاعتنا دي هنتعرف على حاجات كتير قوي انت ممكن وانت في الشركه بتاعتك ممكن تكون مش لامسها قوي، مش عشان لا سمح الله يعني نقص خبره من حضرتك، بس عشان انت مش اكسبوزد ليها ولا بتشتغل فيها. خليني اقول لك تاني حاجه برضو، الكونسبت محتاجين نغيره، يعني محتاجين نغيره ومحتاجين نتعلمه. مفيش حد فينا بيشتغل لوحده، مفيش حد فينا بيشتغل لوحده. التريجري جزء من الفاينانس، فحضرتك لازم تبقى سينكرونايزنج مع الفاينانس او بتتواءم مع الفاينانس عشان توصلوا لنتائج صحيحه. انا التايتل بتاعي، المسمى الوظيفي بتاعي فاينانس مانجر، بس واحده من الادوار اللي انا بلعبها في يومي كل يوم كده الكاش مانجر. ليه؟ لان انا بشتغل مثلا في شركه لو ما فيهاش كاش، طب انا ازاي هجيب معدات، وازاي هجيب خامات، وازاي هشتغل، ازاي هدفع رواتب، ازاي اعمل كده. فواحده من اهم الحاجات اللي انا ببص عليها الكاش بوزيشن بتاعي، ودايما بخطط للكاش بوزيشن دوت، سواء تخطيط قصير للاجل او تخطيط طويل للاجل او تخطيط متوسط الاجل. وخلال الكورس هشرح لكم الفرق بين كل واحد فيهم. فتعال نشوف الاوبجكتيفز، ان حضرتك تبقى فاميليار مع الكونسيبت بتاعت الفاينانشال اكاونتنج، يعني دي حته صغيره كده. اول حاجه بقى الاهم بقى، ان انت تبلان والكومبليت الكاش بالانس ريكوايرد فور فاينانشال ليكويديتي ليفل. كلمه ليكويديتي دي كلمه مهمه قوي، واحده من اهم المصطلحات اللي احنا هنعدي عليها واحنا بندرس الشهاده. تاني حاجه مانجنج الكاش سيربلس اور ديفيسيت. خلي بالك دو نوت بانيك، لو انت الكاش بتاعك ما بيغطيش احتياجاتك ما تقلقش وما تتخضش، لا في ليها حل. ولو انت عندك كاش زايد عن احتياجاتك، لا هندور على طريقه ان احنا نستغل الكاش دوت. فاحنا هنا بنتكلم على الكاش، سواء انت عندك عجز في الكاش او انت محتاج كاش. طيب
تعالى نشوف الشابترز بتاعتنا. انا قلت لك الجيرني بتاعتنا او الرحله بتاعتنا بتمتد لحوالي 20 شابتر. هي الشهاده دي شهاده يعني انا بحبها بصراحه. يعني الشهاده فيها مميزات كتير جدا، واحده من اهم المميزات بتاعتها يعني انا بعتبرها ميزه، في ناس بتعتبرها عيب، ان الشهاده انت عشان تحصل عليها انت مطالب انك تجتاز امتحان واحد بس. امتحانها امتحان واحد بس، الامتحان ده بيتم عقده مرتين في السنه، المره الاولى في شهر يناير وشهر ديسمبر، والمره الثانيه شهر يونيو وشهر يوليو. فالمره الاولى التستنج ويندو الاولانيه في جانو وديسمبر، التستنج ويندو الثانيه في جون وجولاي. الاماكن الامتحان اماكن كتير جدا 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 عكس شهادات تانية. انت مش مضطر تسافر بلد تانية، مش مضطر انك تسافر مدينه تانية جوه نفس الدوله. يعني في مصر مثلا تقريبا كل مدن الجمهوريه موجود فيها الامتحان، اماكن مختلفه جوه كل مدينه اكتر من مدينه. السعوديه مثلا هتلاقي ان كل مدن المملكه موجود فيها الامتحان، موجود في جده، موجود في الرياض، موجود في الخبر، موجود في الدمام، موجود في ابها، موجود في تبوك، موجود في حاجات كتير جدا. وكل مدينه جواها مثلا عدد تيستنج سنترز كتير قوي. الامتحان زي ما قلت لك بيتعمل مرتين في السنه، مره في شهر جان وشهر ديسمبر، ومره في شهر جون وشهر جولاي. عاده التسجيل للامتحان بيقفل قبلها بشهر. احنا شركه ايمس كونسلتنج بقينا ابروفد ليرنينج بروفايدر خلاص، فبنشيل عندك عبء الاجراءات اللي هي الاداريه دي والتسجيل والكلام ده كله. كل ده بيتم عن طريق الامبريلا بتاعتنا، انت بتتنسق معانا واحنا بنظبط لك كل حاجه لحد ما تدخل الامتحان ان شاء الله وتجتاز الامتحان وتعدي بسلام، وبعد كده تبقى زميل فاضل يعني معانا في مجال التريجري، واحد من الحاصلين على الشهاده. طيب الامتحان عباره عن ايه؟ الامتحان عباره عن 170 سؤال كلهم مالتيبل تشويس، اختيار من متعدد، حضرتك بتحلهم نظريا في 4 ساعات، عمليا بتحلهم في 3 ساعات و40 دقيقه. يعني نظريا هم 4 ساعات بس عمليا الوقت المتاح للحل 3 ساعات و40 دقيقه. ليه بقى ليه 3 ساعات و40 دقيقه؟ لان في 10 دقائق قبل الامتحان بيعمل لك زي تيوتوريال كده، بياخدك في رحله كده في الامتحان هيمشي ازاي وازاي تحل وازاي تبص والكلام ده كله. وبعد الامتحان في حاجه بيبقى زي ايه، زي سيرفي كده، ايه رايك في الامتحان وايه اللي نحسنه والكلام ده. فانت لازم تدرب نفسك، واحنا خلال الكورس ان شاء الله هندرب يعني هنتدرب مع بعض على ميكانيزم حل الاسئله. خلي بالك فرق بين حاجتين، فرق ما بين ان انت تفهم الموضوع وميكانيزم حل الاسئله، لان الفهم بيمثل 70% او 80% من الوصول لامتياز الامتحان، وهو المهم. بيفضل حته 20% كده يعني ايه، دي تريكات كده وميثودولوجي معينه هنتعلمها مع بعض ازاي تتعامل مع الاسئله، لان انت جرى العرف يعني مفيش حد فينا يعني بيبقى يعني ايه مذاكر كل حاجه بنسبه 1000%. ممكن حته تقع منك او حته ما تبقاش مغطيه كويس او حته انت ما كنتش واخد بالك منها او حته انت يعني اهملتها سواء عن عمد او عن قصد او. فهنا برضو يعني لو جات لك الحته دي في الامتحان هنعلمك ازاي ان انت يعني دو نوت بانيك، وازاي ان انت تتصرف معاها، وان شاء الله التصرف يبقى سليم يعني. ففرق بين حاجتين، فرق ما بين الفهم اللي احنا ان شاء الله هنفهمك المواضيع بما يرضي الله وهنشرح لك كل حاجه من الالف للياء، وكمان هنربط لك اللي انت بتتعلمه بالواقع العملي، لان اهم حاجه في الموضوع ده ازاي تربط اللي انت بتتعلمه بالواقع العملي، ده اللي بيعمل الفرق الحقيقي، وده اللي بيمثل الادد فاليو اللي انت بتضيفها. لان للاسف ياما ناس معاها شهادات ومش قادره تضيف حاجه او تغير حاجه في المكان بتاعها، لان هي ركزت على الجانب الاكاديمي وكيفيه اجتياز الامتحان اكتر ما ركزت على القيمه المضافه اللي هم يضيفوها. وللاسف فيعني هنربط لك الجانب الاكاديمي بالجانب العملي بالتطبيق، وكمان هنعرفك الميكانيزم او التريكس كده او التيبس السحريه كده، ازاي لو انت لا قدر الله جالك سؤال انت مش متاكد من اجابته ازاي تتعامل معاه باحسن طريقه ممكنه، ونطلع ان شاء الله باقل ايه يعني باعلى المكاسب. خلينا نستعرض مع بعض كده الشابترز المختلفه. اول شابتر ده شابتر اداري كده، تحس ان اللي كان كاتبه بتاع اتش ار. اول حاجه رول اوف تريجري مانجمنت، دور التريجري مانجمنت. هنا بيقول لك ايه دور التريجري مانجمنت، بيتعامل مع مين في الشركه، مين الاطراف الداخليه والخارجيه، بيعمل ايه، مين بيريبورت لمين، وكل الكلام ده. الشابتر الثاني بيكلمك عن الليجال والريجولاتوري والتاكس انفايرمنت، الاتفاقيات الماليه الدوليه او القوانين الماليه الدوليه، وازاي ان انت الاتفاقيات المختلفه والتاكس كونسيدريشن والكلام ده كله. فيعني ده برضو ايه شابتر يعني الى حد ما قد يكون يعني ايه يعني مش ما فيهوش فنيات كتير قوي، بس هو مهم وبيجي في الامتحان
وبيبقى فيه تريكات كتير واشرحها لك في الاخر ان شاء الله. بدايه الكلام اللي بجد بقى وبدايه الفنيات شابتر 3. شابتر 3 بيقول لك ايه هو البانكس والفاينانشال انستتيوشنز. انت كراجل بتاع تريجري او راجل بتتعامل بتتعامل مع مؤسسات ماليه، ايه هي المؤسسات الماليه اللي انت بتتعامل معاها؟ وهتفاجئ ان في انواع مختلفه من البنوك وفي انواع مختلفه من الجهات الماليه اللي انت ممكن تتعامل معاها، وانت ممكن تكون مش عارف ان الجهات دي ممكن تساعدك، فاحنا سميناها بانك اند فاينانشال انستتيوشنز. شابتر 4 بيكلمك عن البيمنت انسترومنتس اند سيستم، عمليات الدفع وادواتها وتعريف عمليه الدفع والادوات وايه اللي بيحصل في كل اداه من الادوات دي، ونقل الاصل من شخص من جهه لجهه بيتم ازاي، مين هم الاطراف اللي داخله في عمليه الدفع، وعمليه الدفع دي انظمه الدفع المختلفه وكل حاجه مرتبطه بعمليه الدفع. شابتر 5 وشابتر 6 من الشباتر الظريفه جدا في الشهاده دي بيكلموك عن الاستثمارات، لو انت معاك شويه كاش زياده عن حاجتك تستثمرهم ازاي. فشابتر 5 اسمه ماني ماركت، استثمارات قصيره الاجل، ودي اجلها اقل من سنه، هعرفك يعني ايه استثمار قصير الاجل، هقول لك تستثمر في ايه وايه الادوات المتاحه وعيوب وعيوب ومزايا كل اداه منها. شابتر 6 بيكلمك عن الاستثمارات برضو، بس الاستثمارات طويله الاجل. لو انت بقى راجل بالك طويل وعندك يعني مش مستعجل على الحصاد دلوقتي، او مش محتاج الفلوس دلوقتي، تستثمر في ايه؟ استثمار طويل الاجل والوسائل المختلفه ومزايا وعيوب كل طريقه، وتخلي بالك من ايه وما تخليش بالك من ايه. شابتر 7 بيتكلمك عن ريليشن شيب مانجمنت اند فاينانشال سيرفيس بروفايدر سيلكشن، ازاي تدير علاقتك مع البنك وازاي من الاساس تختار البنك. الشابتر ده واحد من اهم الشباتر في الشهاده، لان البنك هو شريك استراتيجي. البنك بالنسبه لاي شركه هو شريك استراتيجي. البنك عارف انت بتبيع بكام، عارف تكاليفك كام، عارف بتبيع لمين، عارف مين العملاء بتوعك، مين الموردين بتوعك، عارف مين الموظفين بتوعك، بيقبضوا كام، انت بتدفع كام، كل الكلام ده كله. فالبنك بالنسبه لك شريك استراتيجي، وقرار تغيير البنك قرار مش سهل خالص. ما تفتكرش انه سهل خالص انك تغير البنك، لا بالعكس، ده واحد من اصعب القرارات اللي انت ممكن تاخدها في مجال التريجري. فمن الاول بنرجوك ان انت تتأنى في اختيار البنك، وتبص عليه وتبص على الريليشن يعني وتتأنى في اختيار البنك، وتبص على كريتيريا معينه، وكمان وانت شغال لازم تمانج الريليشن شيب دي بطريقه ان انت تبقى وين وين سيتويشن، عشان العلاقه تستمر وعشان العلاقه ما تقعش. شابتر 8 بيتكلمك عن الفاينانشال اكاونتنج اند ريبورتنج، شويه اكاونتنج وريبورتنج كده، معايير محاسبيه على خفيف، يعني مش هنتعمق قوي، لا الموضوع يعني هناخده من قشور كده، لان دي في النهايه مش شهاده محاسبيه، دي شهاده بتاعت فاينانس. انا ما بقولكش اعمل لي قوائم ماليه او معايير او قيود محاسبيه او معالجات محاسبيه، لا احنا بنتكلم عن فاينانس، نجيب فلوس منين ونصرفها في ايه. شابتر 9 الفاينانشال بلاننج اند اناليسيس، هنا الشابتر ده واحد من امتع الشباتر اللي انت هتشتغل عليها. الشابتر ده بيقول لك ايه هي ازاي تقيم المشروعات، لو انت داخل في مشروع ازاي تقيم المشروع، وازاي تختار مشروع عن يعني في ضوء مشروع تاني، يعني اختار اكس ولا اختار واي. طبعا الكلام ده كله في ضوء ايه؟ في ضوء حاجه اسمها التايم فاليو اوف ماني، المشاريع دي المفروض هتؤتي اكلها او هيجي لك العائد بتاعها كمان فتره، فانت لازم المفروض تعمل تايم فاليو اوف ماني او تعمل بريزنت فاليو للفلوس اللي جايه لك في المستقبل دي. فهنا نتعلم ازاي الكونسيبت بتاع التايم فاليو اوف ماني، وازاي نفاضل مشروع عن مشروع، وايه هي الكرايتيريز المعينه اللي احنا بنبص عليها. شابتر 10 و11 و12 مترابطين هما الثلاثه مع بعض في باكج واحده، بيكلموك عن الوركينج كابيتال او اداره راس المال العام. الوركينج كابيتال بتاعك او اداره راس المال العام، والوركينج كابيتال ده واحد من اهم المصطلحات اللي انت لازم تبقى عارفها. الوركينج كابيتال ده فلوسك اللي في السوق، فلوسك اللي انت بتدورها في السوق، مش شرط كل الفلوس بتاعتك، جزء منها اللي انت بتدورها في السوق اللي انت بتبيع وبتشتري بيها. فهنا ازاي ان انت تطلع باقصى استفاده من الفلوس دي، وازاي تحقق منها اعلى عائد. فهربط لك الكاش والوركينج كابيتال، علاقه ده بده. كمان نتعلم حاجه مهمه قوي اسمها الكاش كونفرجن سايكل، او دور التحويل النقديه. دور التحويل النقديه دي هي المفتاح السحري بتاع الموضوع دوت. انت لو عرفت دور التحويل النقديه بتاعتك بتشتغل ازاي وتقعد وقت قد ايه، وبعدين نبتدي نفكر فيها وبنبتدي نحسنها ازاي، فاحنا كده عملنا انجاز. فالاول هنفهم الكاش كونفرجن سايكل، هنشوف ايه هي المكونات بتاعتها وكل مكون بيتاثر بايه بالظبط، وبعد ما نفهم الموضوع ونهضمه كويس هنبتدي بقى نطور ان احنا ازاي نحسن البرفورمانس بتاعنا.
هندرس مع بعض الاستراتيجيات المختلفة لتمويل الوركينج كابيتال او للاستثمار في الوركينج كابيتال، وهنشوف اضلاع الوركينج كابيتال المختلفة اللي هم ثلاثة، باي ذا واي الاكونت ريسيفبل فلوس العملاء، الانفنتوري المخزون، والاكونت بيبل اللي هي الايه فلوس الموردين او الفلوس اللي عليك للموردين. شابتر 11 برضو احنا لسه في الوركينج كابيتال، بنتكلم في الوركينج كابيتال ماتريكس، النسب المعينة او النسب الموجودة لقياس الوركينج كابيتال وقياس مدى كفاءتك في الوركينج كابيتال. شابتر 12 بقى بيتكلم عن الشورت تيرم انفستمنت وبوروينج، احنا خدنا الشورت تيرم انفستمنت في شابتر 5 بس هناخده تاني مع البوروينج في شابتر 12، هنشوف الديسبيرسمنت والكولكشن والكونسنتريشن اوف فاندز. الشابتر ده مين اللي بيكلمك عن المنتجات اللي البنوك بتقدمها لك بتساعدك ان انت تعمل كاش مانجمنت بشكل احسن. شابتر 13 لسه بيكلمك عن الشورت تيرم انفستمنت والبوروينج، والشابتر ده مهم جدا 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 لان هو بيقول لك ايه اهداف الاستثمار، وهم ثلاث اهداف: ان انت تحمي راس مالك، السيفتي اوف ذا برنسبل يعني لو ما كسبتش ما تخسرش، الليكويديتي، والتريد اوف ما بين العائد والايه والريسك. فالشابتر دوت بيقول لك ازاي تمانج الشورت تيرم انفستمنت، ازاي تحسب اليلد او العائد بتاعك، ازاي تمانج الشورت تيرم بوروينج، وبرده في حته كده ايه يعني للديبت فاينانسنج. ديبت فاينانسنج ما يعتبرش شورت تيرم، يعتبر طويل الاجل، بس هم حاطينه في الشابتر. شابتر 14 بيكلمك عن الكاش فلو فوركاستنج، ازاي تعمل فوركاستنج للكاش فلو. وخليني اقول لك على حاجه، الكاش فلو فوركاستنج دوت عامل زي البوصله لو انت ماشي في الصحراء، هي اللي بتقول لك روح يمين او روح شمال، لان انت لو مشيت في الاتجاه الغلط للاسف هتبقى النهايه مش سعيده. فالكاش فلو فوركاستنج هو المرايه بتاعتك اللي بتقول لك ان انت هيبقى عندك فلوس، فبالتالي تبتدي تستثمر او تبتدي تدور على وعاء استثماري يناسب رغباتك او يناسب الريسك توليرنس بتاعك، او ان انت عندك شورتج او عندك ديفيسيت او عندك عجز، فبالتالي تبتدي تدور على حد يسلفك. فالشابتر ده من اهم الشابترز اللي في الشهاده ان ما كانش اهمهم. شابتر 15 بيكلمك عن دور التكنولوجي في التريجري، النهارده دور التكنولوجيا موجوده في التريجري عامله ازاي. طبعا كلنا النهارده بنستعمل التكنولوجيا في كل امور حياتنا، ما فيش حد فينا ما بيستعملش الانترنت بانكينج، ما فيش حد فينا ما بيستعملش الايميلات، ما فيش حد فينا ما بيستعملش اليوتيوب. فهنا دور التكنولوجي في التريجري النهارده عامل ازاي، وايه البنفيتس بتاعتها، وايه المخاطر بتاعتها، وازاي تتعامل مع المخاطر دي، لان المخاطر ما بقتش قليله خالص خالص خالص. وكلنا كل يوم بنسمع عن مؤسسات ماليه او بنوك او حتى شركات او حتى افراد تعرضوا للاحتيال الالكتروني، لان المخاطر بتزيد. كلنا شفنا الحمله اللي في مصر خلال الفتره اللي فاتت دي، لو ما تديش بياناتك لحد وما تدوسش على لينكات مجهوله المصدر، ما تعملش، ما تخشش على ويب سايتس معينه، كل ده مرتبط بدور التكنولوجي في التريجري، وده هو الريسك الكامن في الحته دي. فاحنا هنتعلم دور التكنولوجي في التريجري عامل ازاي، المخاطر بتيجي منين، ازاي نقلل المخاطر. وحط تحت كلمه نقلل دي 2000 خط، لان لحد النهارده ما فيش وسيله مضمونه 100% انك تمنع كل المخاطر. كل اللي احنا بنعمله ان احنا بنحاول نميتيجيت الريسك او نقلل المخاطر على قد ما نقدر. شابتر 16 بقى بيكلمك عن الريسك مانجمنت، الريسك او المخاطر بتاعت الشركه بشكل عام. يعني بشكل عام ما بيكلمكش عن الـ عن الـ عن المخاطر الماليه، لا بيكلمك عن المخاطر بشكل عام. يعني مثلا بيقول لك والله لو انت مثلا شركه بتشتغل في مجال الدواجن مثلا، انت عندك مثلا ريسك ان في الحر مثلا ممكن الدواجن دي تنفق او يحصل لها مشكله. لو انت مثلا شغال في مثلا الانتاج الحيواني، ممكن يجي مثلا لا قدر الله يعني فيروس كده للقطيع بتاعك، زي مثلا الحمى القلعيه او الحاجات اللي بتيجي كل فتره دي تقضي على القطيع بتاعك، ده ريسك ازاي تتعامل معاه. لو انت مؤسسه ماليه مثلا وحد طلع عليك سمعه ان انت بتسرق فلوس العملاء، ده ريسك، ريبيوتيشن ريسك. فاحنا هنا هنشوف انواع الاخطار المختلفه اللي بتواجه الشركات حسب الصناعه بتاعتها، هنشوف اشهر الطرق في التعامل مع المخاطر دي، وهنشوف ازاي تطلع نفسك ان شاء الله باقل المخاطر. شابتر 17 احنا لسه في الريسك، بس احنا هنا سبيسيفيك شويه وبنتكلم عن الفاينانشال ريسك، الريسك المالي، الريسك المرتبط بالمالي. وهنا بنتكلم على ثلاث حاجات او اربع حاجات رئيسيه: الانترست ريت ريسك، الريسك التغير في اسعار العمله، سوري ريسك التغير في اسعار الصرف، الفوركس ريسك، ريسك التغير في اسعار العمله، والوسائل المختلفه للسيطره على الريسك ده والتعامل معاه. وكلنا شايفين في مصر مثلا الشباب المصريين اللي معانا، كلنا شايفين في مصر مثلا خلال اخر 3 4 شهور الدولار نط من 15 جنيه ل 19 جنيه، ولسه ناس تانية بتتوقع ان هو هيعدي ال 20 بنهايه السنه، وبالتالي كمان اسعار الفائده اتحركت معاه. فالشركات المقترضه بقت في موقف اللي تحصل عليه، الشركات اللي عندها التزامات دولاريه
اصبحت في موقف لا تحسد عليه. فهنا بنتكلم عن الفاينانشال ريسك مانجمنت، وازاي ان حضرتك تقلل المخاطر دي على قد ما تقدر. ده في اللي جاي، لان لو حد كان مقترض بالدولار او عليه التزامات بالدولار او مقترض بقرض متغير العائد، خلاص يعني اللي حصل حصل وربنا يتولى بقى. شابتر 18 اكلمك ازاي تعمل بوليسي وبروسيجرز، قواعد وقوانين لاداره التريجري بتاعتك، وازاي ان انت توصل لاحسن احسن 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 نتيجه في احسن في اقل وقت يعني، وازاي انك تعمل بوليسي، ازاي انك تعمل بروسيجر الناس تمشي عليها، ايه الحاجات المعينه اللي انت تخلي بالك منها، ايه الحاجات المعينه اللي انت لازم تراعيها، عوامل نجاح البوليسي والبروسيجر ايه عشان ما تقعش في اخطاء اللي سبقوا. شابتر 19 اكلمك عن اللونج تيرم انفستمنتس، لو انت معاك فلوس كده ومش محتاجه لمده طويله تستثمر في ايه، وازاي تقيم الاستثمارات طويله الاجل. هندرس حاجه اسمها الكاب ام، الكابيتال اسيت برايسنج موديل، هندرس ازاي تقيم البريفيرد ستوكس الكومن ستوكس بضوء العائد اللي بيجي فيهم، هندرس حاجه اسمها مضاعف الربحيه. الشابتر ده واحد من امتع الشباتر اللي انت ممكن يعني تذاكرها في الشهاده دي، لان هو بيعمل على اعمال العقل وبيقول لك حاجات اكتر. شابتر 20 بقى بيكلمك عن الكابيتال ستراكشر ديسيجن اند مانجمنت، بسم الله الرحمن الرحيم، هيكل راس المال، ازاي تكون هيكل راس مال معين، وازاي ان انت يعني تجذب تجيب راس مال بتاعك منين، الفلوس تجيبها منين، تستلف ولا تدخل شركاء معاك، طب لو استلفت تستلف بكام، وتستلف منين، وهل الاستلاف ده وتستلف من مصر ولا من بره مصر، لو انت مثلا في الامارات او في دبي مثلا تستلف من دبي ولا تستلف من اسواق مثلا اسيا زي سنغافوره، ولا تستلف مثلا من لندن ولا تستلف من القاهره. فهنا الكابيتال استراكشر هيكل راس المال بتاعك، اللونج تيرم كابيتال، اللونج تيرم ديتس، وكمان الالترناتيف فاينانسنج او وسائل التمويل المختلفه. لو انت ما عرفتش تجيب مصدر من المصادر التانيه خلاص انت كده هتستسلم، لا هتدور على مصدر تاني وان شاء الله يعني يؤتي اكله ويشتغل معاك. دي كانت رحله سريعه كده في الكونتنت بتاع الشهاده، معلش انا عارف انا طولت عليكم. فحد عنده سؤال او حد عايز يسالني على حاجه في الحته دي؟ طيب تمام. طيب خلينا نشرح شويه حاجات اداريه برضو كده للناس اللي مهتمه بالسي تي بي. زي ما قلت لكم وانا بشرح، الامتحان بتاع الشهاده بيبقى متوفر مرتين في السنه، مره في شهر ديسمبر وشهر يناير، ومره في شهر جون وشهر جولاي. حاليا تكلفه الامتحان بتتراوح ما بين 1370 دولار ل 1420 دولار. الفرق بينهم ايه؟ الفرق بينهم تاريخ السداد. لو انت هتدفع سداد مبكر هتدفع 1370 دولار، لو انت هتدفع سداد عادي او في ميعاد الدفع العادي هتدفع 1420 دولار. طب ميعاد الدفع المبكر امتى وميعاد الدفع العادي امتى؟ غالبا الدفع المبكر بيبقى قبل حوالي 3 شهور او شهرين ونص من الامتحان، وبيقفل قبل شهرين من الامتحان. الدفع العادي بيقفل غالبا قبل شهر من تاريخ الامتحان. فالفرق بينهم حوالي 50 دولار، ده ب 1370 وده ب 1420. دي الاسعار المحدثه للامتحان. طيب الشروط الامتحان ايه؟ مفيش شروط خالص، الشرط الوحيد ان انت بيبقى عندك خبره سنتين في الفاينانس يعني، ويبقى عندنا اعتقد ان احنا كلنا عندنا الشرط ده. طيب احنا كشركه ام اس كونسلتنج بقى بنضيف لك ايه، او ايه البنفيت الزياده اللي احنا بنضيفها لك، او ايه احنا بنساعدك ازاي؟ خليني اقول لك على حاجه، احنا دلوقتي بقينا ابروفد ليرنينج بروفايدر زي ما قلت لك كده، ده بيسمح لنا ان احنا ندي لك البرودكتس بتاعت اللي بيبيعها المعهد او اللي بيعملها الاي اف بي بسعر اقل شويه. طيب هو الاي اف بي بيعمل ايه؟ الاي اف بي بيدي لك الامتحان اللي هو الامتحان اللي انت لازم تجتازه، وبيدي لك حاجه كمان حاجه اسمها اي اف بي بلاتفورم. ايه الاي اف بي؟ الاي اف بي بلاتفورم دوت، الاي اف بي بلاتفورم دي وسائل مساعده المعهد عاملها عشان اول حاجه يدربك على دخول الامتحان او يدربك على حل الاسئله. انا شايف ان الميزه الرئيسيه في الاي اف بي بلاتفورم هي الحته دي. طيب البلاتفورم دوت لو انت رحت اشتريته لوحدك او انت رحت بصفتك الشخصيه اشتريته كاند يوزر هتشتريه بحوالي 960 دولار. فحضرتك لو رحت الاي اف بي بلاتفورم دوت، لو رحت للمعهد عشان تحجز الامتحان وتشتري الاي اف بي بلاتفورم، وهو بالمناسبه مفيد جدا 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 في حته حل الاسئله، حته حل الاسئله يعني مفيش شيء يضاهيه.
ان هو بيدي لك اسئله مختلفه، اسئله متجدده، عنده موديولز مختلفه للامتحان. يعني مثلا عنده موديول للامتحان بيجيب لك 170 سؤال كانك في امتحان حقيقي، ويبتدي يحسب عليك 4 ساعات بالظبط، ويبتدي يحسب الوقت ويقفل عليك وبتاع وحاجات كده. فهو بيدربك على دخول الامتحان، ويعني يعني بتكسر الرهبه قبل ما تدخل الامتحان. فالبلاتفورم دوت ثمنه لوحده حوالي $960. فحضرتك لو رحت لوحدك تشتري الامتحان وتشتري البلاتفورم دوت هتدفع حوالي احنا قلنا 1000 متوسط 1400، لو هو متوسط ما بين 1370 و 1420 و960، فاحنا هنا بنتكلم على حوالي $2400 او $2350. احنا كابروفد ليرنينج بروفايدر من حقنا ان احنا نبيع المنتجات دي الامتحان والاكسس بحوالي $1900 للناس اللي بتدرس معانا، لان احنا طبعا يعني ايه بنساعد في نشر النولج. غير كده كمان ان احنا بنتولى عن حضرتك عمليه التسجيل وعمليه الاجراءات الاداريه دي بكل حاجه، انت بس بتبعت لنا انت عايز تمتحن امتى وفين، واحنا بنتولى كل الامور دي. طيب احنا كمان بنقدم لك حاجه تانية، ان انت يعني الفول باكج بقى اللي هي الكورس والامتحان والبلاتفورم دي، طبعا ده بيبقى سبيشال ريت، يعني لان احنا زي ما قلنا كده الاسعار بتاعت المعهد احنا ما بنقدرش نتفاوض عليها، هو سعر ستاندرد احنا بننزله للناس كلها. بس احنا كمان عندنا باكج تانية، لو انت هتاخد مننا من عندنا الكورس بنظبط لك الدنيا ونتولى عنك كل حاجه. فاحنا ناخد بايد حضرتك من نقطه الصفر لحد ما توصل للهدف بتاعك ان شاء الله. طيب هل البلاتفورم دوت مانداتوري او لازم؟ بص هو مش مانداتوري، يعني لو انت ما اشتريتوش ما حدش يقول لك انت ما اشتريتوش ليه او ما جبتوش ليه. بس انا بقول لك من نصيحه من اخ، يعني سواء انت اخدت معانا او اخدت مع اي حد تاني من الناس اللي موجوده في الماركت، يعني هو كويس، يعني هو كويس. وحاليا بالاوفر اللي احنا مقدمينه دوت لا هو اصبح يعني فاليو فور ذا ماني. يعني هو زمان لما كان ب $960 لوحده انا كنت شايف ان هو يعني ايه الى حد ما سعره مبالغ فيه شويه، انما في ضوء سعره الجديد النهارده او في ضوء الاوفر اللي احنا حاطينه، لان انت كده في جميع الاحوال انت هتدفع ال $1400 بتوع الامتحان، انت كده كده دافعهم. فلما تاخد الاثنين ب 1900 هتلاقي ان البلاتفورم لوحده واقف عليك او تكلفته عليك منفرده اصبح $500، الى حد ما اصبح يعني ايه افوردبل شويه، او يعني ايه او فاليو فور ذا ماني. انما هو ب $960 لوحده دوت لا، يعني مش يعني ايه يعني ما هو كويس كل حاجه علميا بس كان مبالغ في سعره شويه. طيب هل انت عشان تشتري البلاتفورم دوت لازم تاخد يعني عشان تشتري البلاتفورم دوت لازم تاخد الكورس، او عشان نحجز لك الامتحان والبلاتفورم لازم تاخد الكورس؟ لا خالص مش لازم تاخد الكورس، انت ممكن تاخد الكورس لوحده. يعني في ناس كتير قوي بتيجي تاخد الكورس لوحده وهم مش فارق معاهم الامتحان، هم عايزين النولج عايزين يتعلموا، فدي باكج لوحدها انك تاخد الكورس. وفي الفول باكج بقى انك بتاخد الكورس الامتحان بالبلاتفورم بكل الحاجات دي. بالمناسبه استاذه ساره هتتواصل مع حضراتكم اللي هي الادمن مانجر، هتبعت لكم كل التفاصيل. الناس اللي حضرت معانا المحاضره دي لو سمحتوا ابعتوا لي على البرايفت اسامي حضراتكم، لان انتوا هعمل لكم برومو كود كده، يعني هيعمل لكم خصم كويس ان شاء الله، فابعتوا لي كده على الواتساب. ابعتوا لي كده على الواتساب ان انتوا حضرتوا معانا المحاضره، وانا برضو هعمل لكم برومو كود كده بيبقى فيه خصم كويس جدا جدا جدا. طيب حد عنده سؤال في الحته الاداريه دي اللي فاتت دي، او عنده او عايز يسالني على حاجه، او في حاجه مش فاهمها؟ استاذ محمود ازيك؟ انا محمد التالي. اهلا بيك يا باشا، ازيك؟ ربنا يخليك. هو بس سؤالي ان انا بالنسبه لتكلفه الكورس نفسه في ام اس تقريبا، مش شرط يعني المبلغ اللي هو اللي هيدفع بالظبط، يعني تقريبا ومده الكورس. بص مده الكورس من 6 لـ7 شهور. يعني احنا هنا بنتكلم على امتحان جون وجولاي الجاي. جون وجولاي. مظبوط. هاويفر لو حد محتاج امتحان يناير احنا عندنا بلان ثانيه خالص فاست تراك، ودي في شباب شغالين عليها. فالناس اللي محتاجه امتحان يناير الكورس احنا مش هنلحق امتحان يناير بالكورس دوت، الكورس ده الامتحان جون وجولاي. بس لو حد محتاج امتحان يناير انا عندي بلان ثانيه فاست تراك اسرع شويه بحيث انه يلحق امتحان يناير. الكورس ده امتحان جون وجولاي. التكلفه بتتحدد ازاي؟ التكلفه فيها فاكتورز كتير قوي، ابرزها حضرتك هتدفع ازاي؟
يعني احنا عندنا في نظام تقسيط وفي نظام دفع دفعه واحده. فالحته دي يعني كلمني بعد المحاضره، او يعني او يعني هبعت لك كل التفاصيل. زي ما اقول لك كده، في متغيرات كتير قوي بتفرق في الحته دي، اللي احنا عندنا برامج تقسيط كمان، بس ده بالنسبه للناس اللي جوه مصر بس، بتوصل ساعات لحد 12 شهر بس باستعمال كريدت كاردز مختلفه. فحته حته التفاصيل دي فيها فاكتورز كتير قوي. بعد المحاضره تواصل معايا او مع استاذ ساره واشرح لك كل التفاصيل. مظبوط جدا. بالنسبه بقى لمده الكورس، يعني كده هيكون الافضل لو حد هيبدا مثلا الكورس معاكم ان هو يدخل الراوند بتاع شهر جون وجولاي، بحيث ان هو يكون اخد وقته، صح كده؟ بص اقول لك على حاجه، الكورس الطبيعي الراوند الطبيعيه بتقعد من 6 ل 7 شهور. فاحنا ان شاء الله متوقعين ان احنا نبتدي اخر اسبوع من 8، اخر اسبوع من 8 ده ان شاء الله، يعني بفضل الله، يعني ربنا ييسر كده، نخلص مثلا في اخر 4. في آخر طيب 4. هيبقى معاك مده حوالي 7 او 8 شهور للدراسه، ومعاك شهرين للمراجعه. بس لو انت او اي حد محتاج امتحان يناير وعايز يدخل في يناير، احنا عندنا بلان تانيه فاست تراك. بس ده طبعا بيعتمد، انا بقول للناس كلها صراحه، يعني ده بيعتمد على مدى الكوميتمنت بتاعك، ومدى ان انت يعني قادر ان انت يعني تبذل استعمل. ضعف المجهود، تبذل ضعف بالضبط، المجهود ولا لا، تمام. فاهمني؟ فده كله بيعتمد على مدى تقبل الناس، ومدى ايه، ومدى تمام الالتزام بتاعه. تمام تمام طيب احنا كمان عاملين خصومات للناس اللي من بره مصر، يعني الناس اللي حضرت المحاضره دي ليها برومو كود، ابعتوا لنا على البرايفت كده، لان كل واحد هنبعت له البرومو كود بتاعه، هيدي لك خصم كويس كمان. والشباب اللي من بره مصر برضو في خصومات تانيه. بس زي ما قلت لكم، الخصومات بتبقى على ثمن الكورس بس، يعني لان احنا الاي اف بي الكوست بتاعته احنا ما بنقدرش نيجي جنبها، لان دي اسعار ستاندرد على مستوى العالم. ماشي، معلش استاذ محمود، هو سؤال تاني معلش، انا اتفضل يا اسف. حبيبي. بالنسبه طبعا بعد ما نخلص الكورس ان شاء الله مثلا، ودخلنا الامتحان وربنا شاء ان احنا نجحنا وكده وخدنا حلو قوي. بص، هي اللايسنس دي بتبقى مدتها قد ايه؟ او مثلا هل بيتم تجديدها كل فتره ولا؟ مدتها 3 سنين، والتجديد بيتم ازاي؟ التجديد انك بتبعت لهم ان انت درست عدد ساعات معين، حوالي 30 ساعه، فده التجديد مش سهل، مش صعب خالص. واحنا كمان بنتولى يعني الموضوع ده، ما تقلقش خالص، كل الامور الاداريه دي محدش هيقلق منها خالص، احنا بنتولاها من الالف للياء. تمام، مظبوط كده، تمام. الكورس بتاعنا نسيت اقول لحضراتكم، الكورس بتاعنا كله اونلاين، وكل المحاضرات بتتسجل، كل المحاضرات بتتسجل. فانت بيبقى معاك في نهايه الكورس كل المحاضرات متسجله صوت وصوره ببرايفت اكسس ليك، والاكسس ده مدى الحياه، ده ما بيتقفلش خالص. يعني الناس اللي خدت معايا من 10 سنين لسه الاكسس بتاعه شغال. التسجيل دوت بيسمح لنا او بيسمح لحضرتك ايه، اكتر من استفاده. اول استفاده ان انت لو ما قدرتش تحضر محاضره لاي سبب من الاسباب، انت كده ما بروحتش بعيد، انت ستيل معانا، لان التسجيل بيتبعت لك خلال يوم او يومين بالكثير قوي، صوت وصوره. تاني حاجه، ان انت وانت بتذاكر، لو انت مش ما عرفتش توصل لاي سبب من الاسباب، انا دايما متاح يعني 24 ساعه في اليوم. لو انت ما عرفتش توصل لاي سبب من الاسباب، مسافر طياره مثلا، او نايم، او اي حاجه، بترجع للتسجيل ده وتشوف احنا شرحنا الحته دي ازاي، لحد ما انا ابقى متوفر معاك ان شاء الله واشرح لك كل. الحاجه الثالثه بقى، ودي الاستفاده الاكبر، ان انت وانت بتشتغل في الحياه العمليه، قابلتك كيس معينه مثلا وانت بنتيجه ضغط العمل او ضغوط الحياه، يعني ناسي الحته دي احنا قلنا فيها ايه، ترجع للتسجيل وتشوف الحته دي احنا ناقشناها ازاي، ودي ان شاء الله تبقى يعني ايه خير مرجع ليك، وان شاء الله تعمل لك فاليو ادنج. اللي انا بقول لك عليه دوت، حته الشغل دي مش هتحس بتاثيرها دلوقتي، هتحس بيها كمان ايه سنتين، يعني 3 4 سنين كده ان شاء الله، لما تقدم في شغلك والى حد ما شويه تبعد عن المذاكره وتقابلك كيس، فان شاء الله تفتكرنا بالخير يعني، وتدعي لنا دعوه صادقه كده ان شاء الله يعني، وايه وربنا ييسر الحال. شكرا يا باشا، يعطيك العافيه. اهلا بيك حبيبي. في عندي سؤال، بس بالنسبه لل، انا سمعت ان الماتيريال بيتغير في ديسمبر، فهل الماتيريال هيتغير في ديسمبر؟ نعم، في جانوري. اللي هيمتحن في جانوري هيمتحن على فيرجن 6 الفيرجن القديمه، اللي هيمتحن في جون وجولاي هيمتحن على فيرجن 7 اللي هي الفيرجن الجديده. طيب حجم التغيير ايه؟ حجم التغيير مثلا حاجه مع 10 ل 15%، وانا من دلوقتي بقول لك انا متوقع التغييرات اللي هتتم. هيكلمك مثلا عن الاقتصاد بعد الكورونا، لان الكتاب اللي احنا شغالين منه دلوقتي اللي هو فيرجن 6 دوت اصدار قبل الكورونا، فيكلمك عن الاقتصاديات بعد الكورونا والمتغيرات الماليه وتاثير الكورونا على الاقتصاد العالمي.
هيكلمك عن الاخطار العالميه الجديده دلوقتي. كلنا شايفين الحرب الروسيه الاوكرانيه اللي هي تمت من اول السنه، وابرز والعالم كله بيعاني منها، التضخم اللي في امريكا، اقتصادات الدول الناشئه زي حالتنا يعني دول الشرق الاوسط، مش طبعا كل دول الشرق الاوسط، دول الخليج يعني ما شاء الله يعني كمان من الكلام ده، بس هم برضه تاثروا. هيكلمك عن التهديدات العالميه وتاثيراتها على الاقتصادات المختلفه، هيكلمك عن الاسواق الناشئه، مصر، تركيا، الارجنتين، معدلات الفايده اللي عماله تتغير دلوقتي، والتغير الجنوني اللي بيتم في اسعار الفايده نتيجه الكساد الامريكي والفيدرالي، يعني لاول مره من السبعينات ولا الثمانينات مثلا بيبتدي يغير سعر الفايده بالتغير اللي احنا شفناه ده كله. فدي ابرز التغييرات. حته التغييرات دي ما تشغلش بالك منها، احنا بنعمل ابديت وهنخلي كل الناس اونلايند، ودي مسؤوليتنا احنا، ما تقلقش منها خالص. بس المعلومه اللي عايز اوصلها لك، اللي هيمتحن في شهر يناير وشهر ديسمبر هيمتحن على فيرجن 6، اللي هيمتحن في شهر جون وجولاي هيمتحن على فيرجن 7. التغيير بينهم في ضوء من 10 ل 15% في الكونتنت كله، فالدنيا يعني ان شاء الله تبقى متسيطر عليها، وان شاء الله كل حاجه هتبقى متاحه. حتى الناس اللي هتمتحن في يناير وشهر ديسمبر لو هم انترستد بالتغييرات، احنا هنعمل ابديت كده، محاضره كده، ونعمل لهم ابديت يعني ان شاء الله. يعني حتى لو الناس دخلت الامتحان في يناير وديسمبر واجتازت الامتحان، احنا علاقتنا ما بتنتهيش مع الناس اللي بتدرس معانا يعني بمجرد اجتياز الامتحان، لا، احنا بنبص على استراتيجيك ريليشن شيب، لان في النهايه انا كمحاضر انا بستفيد من حضراتكم زي ما انتم بتستفيدوا مني، انا بستفيد منكم ان انتم شفتوا اسواق انا ما شفتهاش. بالمناسبه انا بشتغل ريجنال فاينانس مانجر، معايا اكتر من بلد، عمان، الاردن، السعوديه، جنوب السودان، الكونغو، افغانستان، ليبيا، هي بلاد ما لهاش علاقه ببعض كده، بس يعني ايه، انا اللي بشرف عليهم كلهم. فالبلاد دي في بينها وبين بعض في المعاملات البنكيه او البراكتس بتاعت البنوك او التريجري اختلافات رهيبه، اختلافات كبيره جدا 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 جدا. يعني عايز اقول لك، انا كنت بشرف على بلد، البلد دي فيها قانون بدون ذكر اسامي، يعني ان انت لو رحت البنك تسحب فلوس، البنك هياخد من فلوسك دي 1.5% عموله للبنك قبل اي حاجه كده، من غير اي حاجه، يعني البنك ما عملش اي حاجه. فالبنوك هناك بتكسب مكاسب كبيره جدا، وده مش فرق من بنك لبنك، ده قانون جوه هذه الدوله. فزي ما بقول لك، احنا بنتشارك الخبرات، انتوا شفتوا اسواق انا ما شفتهاش، انا شفت اسواق انتوا ما شفتوهاش، او انا اشتغلت في صناعات ممكن ما تكونش الناس كلها اشتغلت فيها. انا يعني نسيت اقول لكم، انا اشتغل بقالي حوالي 17 سنه تقريبا، اشتغلت في بلاد كتير جدا في مصر وجوه مصر وفي الخليج وفي افريقيا، فالحمد لله يعني الواحد عنده خبره متواضعه الى حد ما، وان شاء الله نفيد حضراتكم بالخبره دي، وان شاء الله حضراتكم تستفيدوا بيها ان شاء الله. تمام يا حبيبي، تمام، الله يعطيك العافية، واضح. بس لا. خلاص، احنا بنكون في انتظار، لو اذا سمحت انك تبعث لنا اوقات الاختبارات للفترة الجاية والفترة. طيب استاذ مين معايا عشان ابعت لك؟ اقول للاستاذ سارة تبعت لك. نعم، اسمح لك ايه؟ فترة الاختبار القادمة، ومتى بيكون الديدلاين عشان نسجل فيها؟ حاضر، اسمه حضرتك ايه بس عشان ابعت لك؟ كيف؟ الاسم يا اخوي، الاسم محمد الهلال. محمد الهلال، اهلا بك يا استاذ محمد، هبعت لك حالا، وان شاء الله انا بكره هكلمك في التليفون واشرح لك كل حاجه ان شاء الله. الله يعطيك العافيه، الله يعزك يا حبيبي. طيب خلصنا الحته دي بقى، تعالوا ناخد حته شرح برضو كده عشان الناس اللي جت معانا، تعالى نشوف. مرحبا، عندي استفسار. الله يسلمك، تفضل يا حبيبي، تفضل. بالنسبه للكورس كم راح يكون فيه من محاضره؟ نعم، بالنسبه للكورس كم راح يكون فيه من محاضره؟ والله السؤال ده مهم. بص يا حبيبي، المواضيع مش زي بعض، يعني المواضيع درجه صعوبتها مش زي بعض. احنا في شركه ام اس كونسلتنج ومحمود سيد بيشتغل ازاي، انا بشتغل لحد ما الناس تفهم. انا مش هدفي خالص ان انا احط لك معلومات كتير قوي 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 في وقت محاضره عشان اخلص خلال 3 ساعات وتطلع مش فاهم حاجه. هتلاقي في محاضرات المواضيع بتاعتها الى حد ما سهله والناس متقبلاها، فهنقعد مثلا وقت المحاضره 3 ساعات، الوقت الرسمي للمحاضره 3 ساعات. في محاضرات تانية او في مواضيع تانية هتلاقي الموضوع نفسه صعب، ويعني وتقبله صعب، والموضوع فيه يعني ايه، في صعوبه فهمه. فانا هنا بكتفي بقدر يسير من المعلومات، لان انا هدفي ان انت تفهم. انت لو فهمت كل حاجه هتبقى ان شاء الله الامور متيسره. وزي ما بقول لك كده، احنا ما بنشتغلش الشغل التجاري، ان احنا يعني بتخلص الكورس في مده معينه، انا بفضل مع الناس لحد ما تفهم.
ولو انت حسيت ان انت محتاج تحضر محاضره او اثنين او ثلاثه او حتى الكورس كله تاني، الري اتندنس عندنا از 100% فري، انت بتنسق معايا او مع استاذ ساره وبنحضر بتخليك تحضر مع اي راوند تاني، احنا دي ما عندناش فيها اي مشكله. في حته وقت المحاضرات، لا وقت المحاضرات مش ثابت كل محاضره زي التانيه، لا وقت المحاضرات بيختلف على حسب مدى صعوبه المحتوى او الموضوع. في مواضيع بتخلص بسرعه ومواضيع سهله الفهم والناس كلها متقبلها، وفي مواضيع انا بقول لك صعبه. يعني شابتر 17 مثلا احنا بندرسه على 4 محاضرات ان ما كانش 5. ليه؟ لان هو صعب شويه ومحتاج تطبيق كتير ومحتاج ان احنا نركز فيه شويه. هتلاقي مثلا شابتر 3 البنوك والفاينانشال انستتيوشن سهل جدا وبيخلص في محاضره واحده. فدرجه صعوبه المواضيع بتتفاوت وبناء عليها وقت المحاضرات نفسه بيتفاوت. يعطيك العافية. الله يعزك حبيبي. طيب تعالوا بقى نشوف الكونتنت بتاعنا النهارده. انا اخترت الشابتر دوت شابتر 13، لان شابتر 13 واحد من الشابترز الدسمه في الشهاده، بيتكلم عن الشورت تيرم انفستنج وبوروينج، الاستثمار والاقتراض طويل الاجل. قبل ما تبتدوا اللي انتوا شايفينه دوت، دي حاجه اسمها الهاند اوتس. الهاند اوتس دي ماده علميه انا اللي كاتبها باسلوبي. جايبها منين؟ جايبها من كتاب الاي اف بي. طيب احنا هندرس منين؟ هندرس من ده، هندرس من اللي انتوا شايفينه دوت، لان الكتاب يعني لغته الانجليزيه صعبه ويعني ايه وصعب الفهم كده، يعني مش اي حد هيستسيغ الكلام اللي فيه، لان هو لغته الانجليزيه صعبه شويه، بي بي يعني بي بيرغي كتير. فهنا احنا لخصنا المعلومه، ودي شهاده تحاسب عليها قدام ربنا سبحانه وتعالى. مش هتلاقي معلومه في الكتاب مش مكتوبه هنا، بس بالعكس هنا اللغه الانجليزيه بتاعتنا اسهل. احنا تو ذا بوينت تحديدا اللي احنا عايزين نقول ايه. كمان انا بطعم لك الهاند اوتس دي بامثله عمليه من الواقع الخارجي، عشان اربط لك الواقع العملي اللي انت بتشوفه في شغلك باللي انت بتدرسه. هنا ان شاء الله يعني كل الامور ايه هتلاقيها متيسره. طيب تعالى نشوف الشورت تيرم انفستنج دوت والبورون، الاقتراض والاستثمار قصير الاجل. بص كلمه قصير الاجل، يعني انا بكلمك عن حاجه اجلها اقل من سنه، لان خلي بالك لو هي اكتر من سنه هينتفي عنها صفه قصر الاجل. وقصر الاجل دوت ليه مزايا وليه عيوب. فالانفستمنت شود بي ديفلوب، الانفستمنت بوليسي شود بي ديفلوب فيرست. انت كراجل بروفيشنال قبل ما تبتدي اي حاجه لازم يبقى عندك بوليسي، خطه واضحه بتقول لك ايه الصح وايه الغلط. ده ايه؟ ده ميزته ايه؟ ده ميزته اولا انا بامن حضرتك، لان احنا في النهايه كلنا موظفين في اورجنايزيشنز. فالصح والغلط نسبي، اللي انا شايفه صح انت ممكن تشوفه غلط والعكس. فمين اللي يحكم بيني وبين حضرتك؟ البوليسي. فحضرتك ما تعملش اي حاجه من غير ما يكون ليها بوليسي. عشان كده وانا بشرح لك الكونتنت بتاع الشهاده كان في شابتر كامل ازاي تعمل بوليسي، لان انت لو رحت شركه ما فيهاش بوليسي ما تعملش اي حاجه الا لما تعمل بوليسي الاول. الانفستمنت بوليسي اهميتها في ايه؟ شوت سيت ا كلير اندرستاندنج اوف ذا فيرم انفستمنت فيلوسفي، تحط لك النقط على الحروف كده وبتقول لك الشركه دي بتستثمر ليه؟ مش كل الناس بتستثمر لنفس الهدف، في ناس عايزه تستثمر يعني ايه عشان تعظم راس المال بتاعها، تعظم العوائد. في ناس بتستثمر عشان بيقولوا ان دول مستثمرين. ما هم مش هدفهم يكسبوا، هدفهم ان هم يبان في البالانس شيت بتاعتهم ان هم عندهم استثمارات. في ناس ثانيه بتستثمر لاغراض المجتمع او لاغراض مثلا خدمه المجتمع اللي هم عايشين فيه، بدليل ان في مثلا شهادات استثمار او اوعيه ادخاريه او اوعيه استثماريه العائد بتاعها بيروح مثلا لخدمه المجتمع او للفقراء او ربح معين او العائد بتاعها بيتوجه لاعمال الخيريه مثلا زي فكره الوقف. فهنا البوليسي دي بتقول لك الشركه دي هدفها من الاستثمار ايه. وجود البوليسي دي the existence of the policy allows the treasurer to better manage liquidity, monitor compliance and minimize the risk. بص مزاياها ايه بقى؟ بتخليك انك تمانج الليكويديتي بتاعتك، تراقب التزامك بالقوانين، وكمان انك تقلل الريسك على قد ما تقدر. عشان كده بقول لك لو انت رحت شركه ما فيهاش بوليسي اول حاجه تعملها يعني بعد ما تقول بسم الله الرحمن الرحيم طبعا انك تعمل بوليسي. الكومبانيز may have a single investment policy to be applied on all investment or a separate policy for the some type of investment. والله بص هنا بقى ايه، مفيش حاجه صح ومفيش حاجه غلط. ممكن الشركه يبقى عندها investment policy واحده تطبق على كل الاستثمارات، وممكن كل بقى استثمار يبقى ليه بوليسي معين. يعني في شركه مثلا بتقول لك ايه، احنا هنستثمر في اذون الخزانه مثلا. طب اذون الخزانه ليها بوليسي مستقله، وفي شركه ثانيه بيقول لك لا البوليسي بتاعتي تطبق على كل حاجه. لو انت عندك نوعين من انواع الاستثمار، مثلا الاستثمار في اذون الخزانه والاستثمار مثلا في اليورو بونز،
فممكن لو انت شركه واحده يبقى عندك بوليسي واحده لكل حاجه، وممكن لو انت شغال في شركه تلاقي بوليسي دي وبوليسي دي. خليني ازيلك من الشعر بيت اللي برضو اللي بيحصل في ارض الواقع، ان في بعض الشركات خصوصا العالميه بيبقى عندها بوليسي زي وايت ليست وبلاك ليست. ايه الوايت ليست دي؟ الاستثمارات او البلاد اللي هم مسموح لهم يستثمروا فيها. البلاك ليست اللي ما يستثمروش فيها. يعني مثلا هتلاقي الشركات الامريكيه مثلا بقوه يعني بقوه القانون وبقوه البوليسي ممنوع ان هم يستثمروا في ايران، لان ايران في بينهم بعض مشاكل سياسيه وحاجات كده. وايت ليست مثلا هتلاقي مثلا مصر، السعوديه، عمان، دول الخليج عامه. هتلاقي في البلاك ليست ليبيا، او كانت موجوده ليبيا ايام القذافي الله يرحمه، انما دلوقتي ما تفهمش موقفها ايه. هي مش في الوايت ليست ومش في البلاك ليست، فهتلاقي كده ايه منطقه جراي كده. ممكن تلاقي الشركات، في بعض الشركات ما يقول لك ايه، احنا والله عندنا بالنسبه للبوليسي بالنسبه للعملات يقول لك والله احنا بنستثمر في الريال السعودي والدرهم الاماراتي والين الياباني، الجنيه المصري لا عشان عمله مش مستقره. فهنا البوليسي دي بتختلف من شركه لشركه. ممكن الاختلاف يبقى انواع الاستثمارات المختلفه، ممكن الاختلاف يبقى في البلاد اللي هم بيستثمروا فيها، ممكن الاستثمارات تبقى في العملات اللي هم بيستثمروا فيها، ممكن يبقى في انواع الاستثمارات المختلفه. يعني مثلا لو انت شركه مثلا او بنك اسلامي، البنوك الاسلاميه مثلا ما بتستثمرش في ادوات دين ربويه، يقول لك لا احنا بنستثمر في حاجه تكون متغيره العائد. فهنا برضو ده ممكن يبقى البوليسي بتاعتك ان انت ما بتستثمرش مثلا في حاجات فيها فنادق او حاجات فيها صناعه التبغ مثلا او صناعه الخمور مثلا او عشان في معتقدات معينه. ممكن تبقى انت شركه ثانيه ما عندكش المعتقدات دي فتستثمر في اي حاجه. فالبوليسي هي اللي بتقول لك تعمل ايه وما تعملش ايه. كل اللي انا بقوله لك دوت بيبقى مكتوب في البوليسي. الانفستمنت مي بي مانجد ان هاوس اوت سورسد مانجمنت اور يوزنج تو ابروفز. خلي بالك بقى اداره الاستثمارات دي علم وفن وهندسه زي ما بيقولوا كده، موضوع كبير ومش اي حد يعمله. فحضرتك لو انت عندك الموارد الكافيه والموارد الكفء اللي تعرف تعمل لك الشغلانه دي، مانج الانفستمنت ان هاوس. لو انت ما عندكش الموارد دي او ما عندكش الوقت وما عندكش الخبرات وما عندكش الكوادر اللي تقدر تعتمد عليها، هتعمل اوت سورسنج للسيرفيس دي او تستعين باطراف خارجيه ان هم يدوا لك الخدمه دي، نظير اتعاب طبعا. او ان انت ممكن تمسك العصايه من النص ويبقى جزء هنا وجزء هنا، وده الايه ده التو ابروتشز. وشويه في الشابتر ده قدام شويه ان شاء الله يعني واحنا بندرسه مع بعض اشرح لك كل الايه كل الحاجات دي رايحه فين وجايه منين. اخر حته بقى مش هطول عليكم عشان الناس اللي وراها التزامات. الشورت تيرم انفستمنت اوبجكتيف، الاستثمارات قصيره الاجل ليها ثلاث اهداف ما لهمش راجع. عارف انت لما بتروح السيرك المهرج اللي في السيرك ده بيبقى ماسك ثلاث كور كده طايرين في الهواء، هو في اي وقت من الاوقات ما يقدرش يمسك غير كورتين بس، ان هو ربنا خلق له ايدين ما ينفعش يمسك الثالثه. فهنا الاستثمار قصير الاجل ليه ثلاث اهداف. اول حاجه سيفتي اوبجكت، حمايه اصل راس المال. يعني ايه الكلام ده؟ يعني لو ما كسبتش ما اخسرش، لو ما كسبتش ما اخسرش، ده اول هدف. الهدف الثاني ليكويديتي اوبجكت، ليكويديتي يعني سيوله، وكلمه ليكويديتي يعني ايه؟ يعني مدى قدره حضرتك على تحويل الاصل لكاش بسرعه ومن غير ما تخسر، من غير ما تخسر من ثمنه كتير. اقول لك اشهر مثال على الليكويديتي وانت هتفهم. كلنا عارف العربيات، العربيات السيارات اللي احنا كنا بنسوقها، العربيات الفرنساوي والعربيات الياباني. العربيه الياباني، العربيه تويوتا، عربيه بتتباع في اي حته في العالم، العالم كله يعرفها والعالم كله بيقول لك ان العربيات دي ما بتعطلش. في مصر هتبيعها، في السعوديه هتبيعها، في الارجنتين هتبيعها، في استراليا هتبيعها، في افريقيا هتبيعها، في الكونغو هتبيعها، في اي وقت. العالم كله يعرف يعني ايه تويوتا وبيحترمها. العربيات الفرنساوي لا، يعني ممكن في دول الخليج مثلا ما تلاقيش فيها سوق، يقول لك لا. فلو انت عندك عربيه ياباني، عربيه تويوتا، وعربيه فرنساوي رينو مثلا، وحبيت تبيع، هتبيع العربيه تويوتا وانت واقف بسرعه. الو ده اللي بكلمك عليه. فكره الليكويديتي، الليكويديتي هي ايه؟ مدى قدره حضرتك على تحويل الاصل لكاش، انك تسيله بسرعه ومن غير خساره بثمن. انت العربيه الفرنساوي مثلا لو حبيت تبيعها، ممكن عشان تبيعها بالسعر اللي انت عايزه تقعد شهر مثلا، ممكن تقعد شهرين. ولو انت اتزنقت الفلوس وحبيت تبيعها دلوقتي هتخسر من ثمنها كتير. فكلمه ليكويديتي مدى قدره حضرتك على تحويل الاصل لكاش بسرعه ومن غير خساره كبيره. التالت حاجه اليلد اوبجكتيف، العائد بتاعك، العائد بتاعك انت هتاخد عائد قد ايه. بص غالبا الاستثمارات قصيره الاجل بتبقى الريسك بتاعها قليل، فبالتالي العائد بتاعها قليل. خليك حط قاعده كده، لو ريسك لو جين.
هاي ريسك هاي جين. فهنا الشورت تيرم انفستمنت دوت هم ثلاث اهداف انت يعني نادرا لما الثلاث اهداف بيتحققوا مع بعض. اقول لك مستحيل بس حاجه صعبه جدا 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 ماكسيمم. يعني جرى العرف ان انت لو عرفت تحقق هدفين مع بعض يبقى كويس. طب ايه الاهداف تاني؟ سيفتي اوبجكت، حمايه اصل راس المال بالبلد، يعني لو ما كسبتش ما تخسرش. ليكويديتي اوبجكت اللي انت مدى قدره حضرتك على تحويل الاصل لكاش بسرعه من غير ما تخسر خساره كبيره من اصل من اصل مبلغك. اليلد اوبجكتيف العائد اللي انت ايه تاخد عائد عالي او تاخد ايه حاجه مميزه او سعر عائد مميز. انا كده خلصت الانترودكشن دي، اتمنى اكون ما طولتش عليكم، واتمنى اكون اضفت لكم حاجه وقدرت ان انا يعني اساعد حضراتكم وانور لكم الطريق كده يعني ان شاء الله. وحد عنده سؤال او حاجه قبل ما نقفل؟ طيب انا في النهايه بشكر حضراتكم جميعا على وقتكم وعلى اهتمامكم وحضور المحاضره معانا النهارده. استاذ ساره ان شاء الله تتواصل معاكم ان شاء الله، والمحاضره دي احنا يعني سجلناها هنرفعها على اليوتيوب وهنبعت لكم الاكسس، وان شاء الله يعني زي ما قلت لكم كده الشباب اللي حضرت معانا في برومو كود وخصم كويس جدا جدا جدا، وربنا ييسر ان شاء الله ونشوفكم على خير. وعليكم شاكرين جدا استاذ محمود، تحت امرك يا باشا، بالتوفيق ان شاء الله. فندم شكرا. شكرا جزيلا. تحت امرك حبيبي، نورتنا يا اخوي، نورتنا.